خطوة خطوة. لا الستلات كان بعيد قوي مش جنبي. الستلات هو دايما قاعد ينزل دايما بينزل دايما في نفس المكان ولا كل جيم بعيد؟ دايما نفس المكان يا عم. هي ثلاث نقط يا عم. بيقول لي بعيد عن بعيد عن كده يا عم. موضوع كله ثلاث نقط. المشكلة أنا عنده ولازم أتفايت. أروح أخزنة ولا في خنزير قاعد لي هناك؟ أنا في الزون. أنا حافين في الزون. أنا هلاقي خنزير ولا أروح؟ ها يوسف؟ هروح أروح لك خزنة ولا؟ عمرك بتروح خزنة. عمرك بتروح الخزنة. عمرك لوتك حلو؟ لوتي حلو بس معيش الباب معيش وايت معيش أي حاجة. لا يبقى لو كده أنت في حالة ميت. لو في ناس هناك ميت لو ما تروح لو ما فيش لو ما تروحش أنت ميت. أول ورد. ان هي اما لان في حاجه لو ما كنتش فيها لو ما كنتش فيها هناك حد اخدتها خلاص يا عم. انت تحس حقك. ايوه الواد ده متوحد مكمبر في عند مركب البول ومكروش ومش واخد من هناك اي حاجه. هو ممكن فتح شيفتين وكده هو على الله. موتته يعني ولا ايه؟ لا سبته مش فاضيله. كل ده وسبته مش فاضيله. قال لي كمبار لي في الاخر اروح كده اكون من دي قفايه يجيبني بيرس اس ام جي 3 والله. اروح ايلاند ولا مش مستاهله؟ لا ايلاند انا اول جيم رحت لعبت كنت اخش الايلاند لقيت خمسه جنرالوني ما اعرفش جريت الناس ازاي. انا اول جيم رحت اتنمر طبعا عليا انا هصحى على المشكلة يا ابني. انا كل فايت دخلته او دخلت نفسي فيه بص ماشي الا فايت واحد كده بس لما موت. ايوه حد هنا بص اول ما بقرب من العمارة اللي متلوتة تخيل بقى تخيل رحت سمعت في حد بيحول السرجن بتاعه بيستعدل لك والله دي خلينا نفكر في نفسي يا ابني قلت لهم كبروا في اماكن غريبه. احسن حاجه انا جايب معايا ذهب. انا اشتريت لا اشتريت 3 بيج واشتريت 2 بيج. انا هلعب جرابلر. انا مش سامع فايت انا بلعب سيت. قالوا لقيت 500 طبعه على الارض. ايوه في واحد قعدني في 2 باي 1 والزون لسه ما قفلش. احنا الزون الرابع ما قفلش. ابشو ليست كونفيدنت بلاير في اللوبي. ابشو انا عاوز الواد قعدني في 2 باي 2. لو انت واثق وكنت من كده تقدر والله تقدر. انا معايا ميتك. خش ضد واحد متوتر مش عارف تعمل ايه. مش معيش الدات معيش الدات مش شايف ان هي بتستاهل معيش الدات. انا هعمل الحركه الكلاسيك ان اتخبى فوق الباب. ها؟ ان شاء الله ما تمسكش. ليه ساعات بتنسى ميرو ده فاهم؟ يسير الجزيره. بص فيها اللي في حد لسه بيحارب على الجزيره. تخيل الجزيره بقى لها اكتر من 3 دقايق ولسه بيحاربوا عليها. ممكن تلحقوا. انا لقيت الكاش بتاعتي ومحدش جه ناحيتها فانا هاخدها. لنا 70 على الواد ده. فري ميتل وفي نفس الوقت فري فري ميكتس وكده. عم الواد ده هيشلني يا عم. انا اسيبه واجري ولا اعمل بيه ايه؟ ماله هو عمل ايه؟ قعد بيجري دمجته 72 وقعد بيجري مني ولا تدمجني. اول ما دمجني بقى كده اكتر لاعب واثق بنفسه في التاريخ. يا اخي نفس الاحوال والله. لو انت بتجري مني من ساعتها لو انت لعيب قوي كده ليه بتجري مني من ساعتها؟ انت واحد يا ابني. خلص لي مواردي كلها شكرا كتر خيرك. الزون عمل بول ماكس على الايلاند وناس لسه بتحارب فيها. الو هو بيلعب على الشرف في الايلاند. تحفه واحد اسمه كليبت باي جو اتقتل بالسنايبر من اخر الماب. في 4 ميداليين على الايلاند. انا الميدالية الوحيده اللي مش على الايلاند. انت اوعى تكمل في وش يا فين هيجيبوك. لا انا مش بكمل في وش. انا بكمل فين؟ لا انا بس بلف حوالين الماب بعيد عن الايلاند يعني. قصدك هيجيبوك. مين هيجيبوني؟ هو شالوا المراكب
لا لسه موجودة، بس لسه الناس متوحدة تحب تكسرها. اصل حاسس ان ولا مركب ومش بلاقيها خالص. عملت بنتي على حد متوحد. اوبا ده معايا. الو جنبك وبي سي وبي. الو الو، عرفته فين؟ عرفته فين؟ عرفته فين؟ هو جاي، هو عارف انا فين. عارف. لا او بي سي اسمه ديسترويد باي ديستروير بليز. الو خاف منه ولا ما خافش؟ عم هو تلاقي واحد 10 سنين متوحد بس بيعرف يلعب، ما عرفت ليه. هلعب مني انا ولا معاك كام بوينت؟ حاليا 21. بحاول احلب البليسمنت. انا على فكره لقيت جليتش كل جيم اول ما تموت الزقه. يا ربي انا نازل عند مركب ديدبول. اتوقع الزون فين بقى؟ اتوقع الناحيه الثانيه من الماب. بالظبط ماكس الناحيه الثانيه. الماكس في الميه كمان في الناحيه الثانيه من الماب. افضل حته ممكنه اصلا حفاره حته ممكنه. مش عارف من كده. انا في ناس جنبي حاربهم تيت بارتي ولا اعمل اللي تشوفه عشان ما تجيش تموت وتقول لي كله منك. لو اوصل 30 بوينت الجيم ده في حضره من كوال طبعا الجيم الثالث طبعا تقدر. انا اخش 1 باي 1 عشان واخد الكاش. عشان كده لقيت كاش مش بتاعي بس اخدته. وبنت بحديد كمان صح. مين حديد حوالين الكاش؟ اب تو يو. اول عنده كام بوينت؟ اللي هو عادي يعني ما فيش حاجة. عنده 200 يا ابني. عنده مليون حرفيا ما بهزرش. هتلاقيه عنده مليون. الجزيرة المركز الأول بيروح للجزيرة كل جيم وبياخدها كل جيم. وبياخدها كل جيم. عليها كام نقطة أصلا؟ ثلاثة؟ 15. ثلاثة مين؟ 15. طب إيه ده شبه عمل كوال لو أخد الجزيرة. ده أربع جزائر يعني خلاص كوال. طب ما ليه؟ ما اكيد كل حد عاوز ياخدها. عشان كده هتاخدها. لو تاخدها لو تاخدها كانك لعبت جيم كامل يا ابني وجبت فيه بلاك من حاجه. انا توب 9 انا حاليا توب 21 والناس عماله تلعب على الشرف يا عم. اللي انا بطل دوس على الماب. لا لسه بتحارب على الجزيره. تخيل ده ابني حد اتعمل له ريبوت يا ابني. ده من شويه كان لسه بيقول لسه حالا قدام بعض ماشي. ملك اتش جات اليمينيتد وثانيه بعديها ملك اتش اليمينيتد سمون كده. ايه ده؟ ما اعرفش ممكن قتل حد كده بقى قتله بلوتوث. ما اعرفش ازاي هو ميت على فكره يا ابني. عارف ما جبتش بناء كده ليه؟ بناء ما جبتش واقف في السما كده. انا في واحد بيلعب معايا الحرب الساقعه اللي هو بيضرب عليا بس ما بيجنيش. فاهم الزون؟ بص بص الزون مش قافل عندي ماشي بس السلحه دقيقه وماشي ابطا من السلحفه من ناحيتين. بس من الناحيه الثانيه بقى في لعبه الناس قاعدين بيتذبحوا وقاعدين بيجروا وراه بسرعه الضوء. والله حقاً انا حرفيا الزون ابعد حاجه ممكنه عن المكان اللي انا نزلت فيه. تبعتش اكتر من اللي هو انا مش بجد والله ممكن شبه مستحيل انك اصلا تبعت اكتر. الو انا الزون ماكس فول. الو عامل ايه؟ لسه مخدوش ماكس فول في اند جيم. انا بلعب اند جيم الزوم ده مش 8 ماكس فول. ده مش 8 ماكس فول وبتجري بسرعه. الزوم تجري بسرعه اصلا. انا عاوز تحتاج دلوقتي ماكوين. عارف انا ماكوين هتعمل كده. انا حرفيا في الايدج. اعمل ايه؟ الزوم بتجري اصلا واللي قدامي عمال يضرب مش فاضي مش فاضي اعمل روتيت. قدامي اخيرا عمل روتيت. الله يحميه. ده زون بول ديفار تاني. ليه كده؟ ليه لعبه؟ انا مفكركم ايه؟ دبليو لعبه يا ابني. لا فورت بتحبك جدا يا اخي. مش عارف اقول لك ايه. مش كده لازم اتحرك من دلوقتي ولا هموت. وفي حد قدامي لازم اقتله. لو ما قتلوش انا مات. 24 بس كلمه كلمه الاثنين. اوعى يكون هو. لو هو انت عارف اللي حصل لك. علب يا بابا علب. هو قصدك ولا انا؟ انت اللي علب. ازاي عشان كلمة يعني؟ كلمة يا بابا. كلمة 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 جي كي. كلمة جي كي. افكرك الاسم تاني؟ مشكلة يا ابني انا خايف اخاف من الواد ده. هموت من الواد ده. تعبي كله راح يا ابني. لا يا عم بكست بره الزون. المشكلة لو اسحب اللي اعمل روتيت هيلاقي صدني. هم ليه ليه في ناس كده بجد؟ انتوا ليه كده؟ ليه في حاجات كده؟ انتوا مطلوب منكم تكونوا كده يعني؟
هتموتوا لو ما تكونوش كده؟ لازم يا عم توحد ما نخلصش. لو انت رامي ده بيترجاني فيه مازن بيعمل لي سبام انفايت وانا في اند جيم عامل له ايه دلوقتي؟ والله دي بلوك والله كمان انفايت على بلوك والله كمان انفايت دي بلوك مش دعوه ربنا بقى ربنا هيتصرف ان شاء الله ويقول له ما بعتش انفايت اهو والله بلوك بلوك يا بابا بلوك عم طول روم فريند والله عم طول روم فريند المحل فاخر يقول لك بيعمل لي فريند ريكويست الو والله ما انظرش ايه الموضوع ده يا ابني انا مش فاهم اوكي معايا 7 سنت بوينت بعد بيبعت دلوقتي قاعد جاي عليا ناس بيبعت دورك 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 خلصنا دورك ثانية واحدة اوكي المشكلة عندي وقت معاك عندي دلوقتي الزون نفسه عملها الناس عملت فايت يا ام الزون اكتر مني يا ابني بقى انا زهقت نزل الزون وعندي الحمد لله الحمد لله يا رب اكيد في حد عندي مش الزون مثلا تكون عندي يعني كيف هدي هذا الفندق محاول تهدي شوية انا هبني لي بيت كده اه يتصرف انا مش في الزون قوي يعني فاهم حاجه مش في الزون قوي يعني قوي مش قوي يعني انت في الزون مش يا رب في ناس في كل حته عايز تسيبوني في حالي والله والله انا مسالم والله انا مسالم مسالم الا لو اللي قدامك وان اتش بي ايوه لو قدامك وان اتش بي انت مع نفسك انت عامل كده انا توب 14 موفينج زون 2 كيلز يا رب فوز الجيم ده توب 18 موفينج زون معايا نو موبيلتي عشان انا غبي واخترت الجرابلر اوفر الجرابل جلاف الثاني ده انا كمان الصراحه نفس الغلطه انا معايا جرابلر دي في طلقتين هدي هدي انا معايا 27 نقطه كده انا بس هدي شويه اوكي يوسف اتكلم بس هدي شويه يعني وانا تتشع طول توب 10 اجاس اقول للبرو ايش يقول لي ليه؟ ليه يوسف ليه ليه والله انا عمري اقول له عمر ما اقول له يفور يعمل حاجه الا مستجوبني مين فاروق اقول له يا ابني اطلع يقول لي ليه ليه عشان لعبه طردتني ليه ليه طردتك ليه صرفني صرفني اللي فكر انا عارف في ناس بتزرع القطر اظن بريتي شور يعني انا جبت كل واحده بعد ما كان بكر وصل جنبي انا واحد متوحد بيضربني لا انا مسالم انا مسالم زي يوسف 24 جبت واحده 24 وسبت كده بس كده خرب جيم وانا رخم زي ما انتم رخمين عادة اه ربي يخلطني اهرب اهرب ولا اعمل ايه؟ جبت 21 تاني كده الزون بولز ابعد حاجه ممكنه تاني ولا اتحرك امتى اتحرك امتى يا سيدي اتحرك امتى لما كل واحد تاني يتحرك ايوه لو قدامك يكون بيتحرك يعني خلاص كفايه والله كده دي خامس ماكس بول خامس ماكس بول بجد والله كده كفايه يا ابني الناس دي المشكله في ناس ورايا ناس على جنبي ناس قدامي لكن في واحد بيقول اللي قدامي ده بيتحرك ده مين بيتحرك على يقدروا كده رخامه ايوه ولا يقدروا رخامه دي لا دي كوره ضرب طب لا ما تروحش اسمها ده جنب ده نحس راسي كده عدت عدت حرك دلوقتي من ديد سايد عشان لقيت انت علمتني ديد سايد ايه بس انت بتشوف الفتنه هد يا يوسف حاول حكش انا وراه بالظبط ارجوكم ما تلاقيظنيش وخليك في طريقك ميت الزوم خلع بنكس حالي بدا ان حد يموت بليسمنت اللي بكل عم اوكي اوكي مكت تحت يتين معي اثنين جرابلر استعملهم عشان ايه انا ما خدت ولا مكت ولا مكت اخدتها قول بس يا سين انا معايا لك اثنين جرابلر حد يس حد حد يس حد 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 توب 3 توب 3 يا رب بس تموت اخر واحد موت بقى ما تموت يا عم توب 3 ايوه كويس توب 3 توب 3 كده انا كام بوينت كده كام بوينت سوري فايف الو حد عمل لي اكبر ريتشارج في 600 توبر رامين على الارض انا لعبت احسن جيم في الكاش اللي لعبته في حياتي